وحشتينا جدا جدا، والمشاهدين كلهم والناس كلها اللي بتحبك الكتير قوي قوي، زي ما قلنا مش في مصر بس، في الوطن العربي كله، وحشتيهم جدا وبيسألوكي فين حضرتك، فين وايه العمل القريب الجاي. أنا موجودة كتير في ماسبيرو زمان ودبي زمان، والدراما اللي اتعملت قبل كده اللي هي دراما عظيمة جدا اللي طبعا عملها التلفزيون المصري وبعض الشركات الكبيرة. إنما الحالي أنا معترضة عليه شوية، لأني أصبح المسلسلات تتكتب ورش، الواحد ما يبقاش عارف قاصدين إيه من العمل، أو يبدأوا يصوروا معاهم 3 4 حلقات أو 5 حلقات العمل غير مكتمل يعني. بالظبط. فأنا ما بوافقش أبدا على الحاجات دي. ده السبب إن أنا غبت عن الحاجات الجديدة السنة اللي فاتت والسنة دي، لكن في مسلسل جديد أنا هشتغل فيه يمكن يبقى رمضان الجاي إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. اسمه بنت القبائل، بنت القبائل يعني. بنت القبائل، صعيدي. صعيدي، والمخرج أنا اشتغلت معاه قبل كده كتير وبثق فيه جدا، وعملنا أعمال حلوة قوي مع بعض، فإن شاء الله يطلع هو كمان في مسلسل حلو. حضرتك بالرغم انك لسه ما قريتيش الورق، بس وافقتي نقدر نقول بشكل مبدئي، بالرغم ان حضرتك قلتي ان دلوقتي حال الدراما ما بقاش يعجبني قوي، لان المسلسلات ما بقتش وضحت المعالم، او ما بقتش تقدم هدف سامي، زي ما احنا بنقول ان الفن هو رسالة. بالظبط. انا عندي اخ عايش في امريكا، لما شاف المسلسلات لانه اتضايق. مشترك في الخط اللي بيجيب له مصر، مضرب لي تليفون يقول لي يا مصر بقت كده، الناس عماله تضرب بعضها في الشوارع. ياه، قلت له لا مش كده، ده بس المسلسلات للأسف. يعني. فطبعا ده بيسيء لمصر وبيسيء لمجتمعنا. طبعا فانا بقول يعني بناشد المؤلفين والمخرجين ان ينقوا الحاجات اللي تتناسب مع مجتمعنا.